الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم، أي إن ينتهوا ويتوبوا عن كفرهم وشركهم ويؤمنوا بالله ورسوله يغفر لهم ما قد مضى من ذنوبهم، لأن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أي وإن يستمروا على كفرهم فقد مضت سنة الله في الأولين، وهي أن من استمر على كفره فإنه يغلب ويعجل بالعقوبة وتكون العاقبة الحميدة للمؤمنين. أي وإن يستمروا على كفرهم فقد مضت سنة الله في الأولين، وهي أن من استمر على كفره فإنه يغلب ويعجل بالعقوبة، أو يعاجل أحسن الله إليه، فإنه يغلب ويعاجل بالعقوبة وتكون العاقبة الحميدة للمؤمنين. فهذه الآية فيها وعد ووعيد، ففيها وعد لمن تاب من الكفار أن الله سيغفر له ما قد مضى من ذنوبه، وفيها وعيد لمن استمر على كفره بأن سنة الله تعالى ماضية فيه، يرى العقوبة العاجلة لما يستمر على كفره. وفيها وعيد لمن استمر على كفره بأن سنة الله تعالى ماضية فيه، يرى العقوبة العاجلة لما يستمر على كفره. يرى عندي لما يستمر على كفره. فإن سنة الله ماضية، بأن سنة الله تعالى ماضية فيه، يرى العقوبة العاجلة إذا استمر على كفره، ولا لما استمر على كفره. وفي الحديث قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى أحسن الله إليك. وقوله تعالى: وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أي وإن يستمروا على كفرهم فقد مضت سنة الله في الأولين، وهي أن من استمر على كفره فإنه يغلب ويعاجل بالعقوبة وتكون العاقبة الحميدة للمؤمنين. فهذه الآية فيها وعد ووعيد، ففيها وعد لمن تاب من الكفار أن الله سيغفر له ما قد مضى من ذنوبه، وفيها وعيد لمن استمر على كفره بأن سنة الله تعالى ماضية فيه، يرى العقوبة العاجلة لما يستمر على كفره. فإن العقوبة بأن يرى العقوبة العاجلة، لا قبل، فإن وفيها وعيد لمن استمر على كفره بأن سنة الله تعالى ماضية فيه، يرى العقوبة العاجلة تحذف العقوبة العاجلة يرى العقوبة العاجلة لما يستمر على كفره، أو لما يستمر على كفره. فمن استمر وفيها وعيد لمن استمر على كفره، نعم، سؤال، بأن سنة الله تعالى ماضية فيه، يرى العقوبة العاجلة لما يستمر على كفره. فالعقوبة العاجلة لمن استمر على كفره. فالعقوبة العاجلة لمن استمر على كفره.
وفي الحديث قال رجل يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. بدل الجملة هذه كذلك لو تحذف ما فإن العقوبة، وفي الحديث لا اللي قبلها فإن العقوبة العاجلة، فإن العقوبة العاجلة لما يسأل، فالعقوبة العاجلة لمن استمر على كفر هذه أضفناها. ومن كفي قال فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أن نعاجلهم بالعذاب والعقوبة فقط. فقد إيش؟ قد قال فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أن نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. فمن استمر، قول فمن استمر على كفره نعدل، فمن استمر على كفره، فمن استمر على كفره نعم، فإن العقوبة وش بعده؟ إنه يعاجل بالعقوبة، تابع القول السنة الله، تابع الجملة قبلها. فمن استمر، فمن استمر على كفره فإنه فإن العقوبة فإنه يعاجل في العقوبة، بس تابع القول السنة فقد رسلنا نعم. وفيها وعيد لمن استمر على كفره بأن سنة الله تعالى ماضية فيه، فمن استمر على كفره فإنه يعاجل بالعقوبة. أحسن الله. وفي الحديث مع ما عد الله له في الآخرة، مع ما عد الله له في العذاب الآخرة من العذاب الشديد، من النكال والعذاب الشديد. فمن استمر على كفره فإنه يعاجل بالعقوبة مع ما أعده الله في الآخرة من النكال والعذاب الشديد. مع ما عد الله له، مع ما أعد الله له في الآخرة من النكال والعذاب الشديد. ونقول وثبت في الحديث الصحيح عندنا، وفي الحديث قال رجل، نعم في الحديث وثبت، وفي الحديث قال رجل يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. أحسن الله إليك. الشيخ الشنقيطي في العذب النمير ذكر أن قوله تعالى وإن يعودوا، قال اختلف العلماء في المراد بالعود هنا، فقال بعض العلماء هذه الآيات من سورة الأنفال نزلت بعد وقعة بدر، والمعنى وإن يعودوا للقتال كما فعلوا يوم بدر فقد مضت سنة الأولين، أي طريقة الله فيما مضى بين رسله وأتباعهم وبين الكفرة. أي طريقة الله، أي طريقة الله فيما مضى بين رسله وأتباعهم وبين الكفرة. قال بعض العلماء الأولين يعني الذين هلكوا منكم فقتلوا وأسروا يوم بدر، مضت سنة الله فيهم فأظهر عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره عليهم، فإن عدتم إلى القتال أجرى عليكم تلك السنة، لأنه لا تجد لسنة الله تبديلا. وقال بعض العلماء المراد بالأولين الأمم الماضية ممن قبلنا، لأن كل أمة كذبت رسولها وتمردت على ربها أهلكها الله جل وعلا، يعني وإن تعودوا إلى ذلك الكفر والطغيان أهلككم كما فعل بجميع الأمم قبلكم. قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. وهذان الوجهان في قوله سنة الأولين أي سنة الله فيهم، وأصل السنة الطريقة والشريعة، والشريعة في اللغة الطريق، والشرائع الطرق. أحسن الله إليك. ثم قال وقال بعض العلماء المراد بالعود هنا الاستمرار، هذا اللي في التفسير أحسن الله إليكم اختارها ابن كثير. وقال بعض العلماء المراد بالعود هنا الاستمرار، أي وإن يستمروا على ما هم عليه من الكفر فقد مضت سنة الأولين. وربما أطلقت العرب ابتداء الفعل على دوامه، مثل قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، أي استمر ودم على تقواه. الوجه الأول أحسن الله إليك.
يعني فقد مضت سنة الأولين، وجه الأول المراد الأولين الأمم السابقة الأمم السالفة، فإن الله تعالى أهلك من استمر على هذه. والقول الثاني المراد بالأولين ما مضى في غزوة بدر، يعني فقد كما أهلك الله صناديد قريش فإن عدتم واستمرتم على كفرهم فسوف تعاجرون بالعقوبة كما مضت سنة الله في من في أهل بدر. هذا اختار ابن جرير أحسن الله. والثاني اختار اللي في التفسير اختيار ابن كثير رحمه. الأقرب الله له من سنة الأولين الأمم في الأمم السابقة كفار. نعم أحسن الله. وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الفتنة ويكون الدين كله لله، الفتنة هي الشرك، والمعنى وقاتلوهم حتى يدخلوا في دين الله ويتركوا الشرك. طيب. ثم قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء بس قول واحد. نعم فقط هذا. وقاتلوهم إيش؟ الفتنة هي الشرك، وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الفتنة هي الشرك، والمعنى وقاتلوهم حتى يدخلوا في دين الله ويتركوا الشرك. طيب باقي فإن انتهوا فإن نعم. الله غفور رحيم، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم الوليّ ونعم النصير. باقي نعم باقي هذا نعم ساق ما فسر. طيب شوف كلام الحافظ وبغوي جزيلا صلى الله عليك. ابن كثير في كلام من جديد ابن كثير ابن كثير صلى الله عليك. قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. هذه في البقرة الآن. لا هذه آية البقرة. آية البقرة هذه نعم. آية البقرة فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هو الآن لأن يجمع النصوص كلها. ها؟ هو أطال جدا في الكلام. الآية اللي الكلام على الآية آية الأنفال. إيه نعم. فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم الوليّ ونعم النصير. نعم. قوله تعالى إيش؟ نعم. قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال نعم. في البخاري قال حدثنا الحسن ثم بإسناده قال عن ابن عمر أن رجلا جاءه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا الآية فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال يا ابن أخي أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخر الآية. قال فإن الله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر هذا من الخوارج جاد ابن عمر. نعم. قال قد فعلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفى عنه وكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأشار بيده وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. وهذا بيته وهذا بيته حيث ترون. قال هنا لا بيته ذكرها بالموضعين بنته. نعم بيت معروف هذا الحديث البخاري. وهذا بيته صلى الله عليه وسلم. وهذا بيته سعد. نعم. وهذا بيته يقول أمامكم بيته تنظرون. نعم أحسن إليك. وهذا بيته نعم قال نعم قال وهذا بيته وبيته حيث أو حي كما ترون كما ترون إيه. نعم. نعم يعني انظروا لها أمامكم. نعم هذا من خوارج سيد عبد الله بن عمر. نعم أحسن إليك. بعده طيب بس طبعا
الحق. قال هنا حتى لا تكون فتنة حتى لا يفتن مسلم عن دينه. قال ويكون الدين كله لله. قال عن ابن عباس في هذه الآية قال يخلص التوحيد لله. نعم طيب شو جليل أول الآية أحسن لك ولا فإن انتهوا. نعم قاتلهم حتى لا تكون فتنة. قوله تعالى قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. يقول تعالى قال ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله وإن يعد هؤلاء لحربك فقد رأيتم سنتي في من قاتلكم منهم. وإن يعد هؤلاء لحربك فقد رأيتم سنتي في من قاتلكم منهم يوم بدر وأنا عائد بمثلها في من حاربكم منهم. فقاتلهم حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض وهو الفتنة ويكون الدين كله لله. يقول وحتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره. ثم قال صلى الله عليه فتنة الشرك حتى لا يوجد الشرك. ثم ذكر حسن لك ثم ذكر العبارة المختصفة البغوي شوف العبارة وقاتلهم في بقية الآية أحسن الله لك. أما قوله فإن انتهوا فإن معناه فإن انتهوا عن الفتنة وهي الشرك بالله وصاروا إلى دين الحق فإن الله بما يعملون بصير. والشرك وصار وصار إلى الله إلى الدين وصاروا إلى الدين الحق معكم. فإن الله بما يعملون بصير. يقول فإن الله لا يخفى عليه ما يعملون من ترك الكفر والدخول في دين الإسلام لأنه يبصرهم ويبصر أعمالهم والأشياء كلها متجلية له لا تغيب عنه. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. وقد قال بعضهم معنى ذلك فإن انتهوا عن القتال والذي قلنا في ذلك أولى بالصواب لأن المشركين وإن انتهوا عن القتال فإنه كان فرضا على المؤمنين قتالهم حتى يسلموا. فالشرك نعم قال الشرك قال الربيع حتى لا يفتن مؤمن عن دينه. هذا كلام كلام بغوي. إيش؟ قال قوله تعالى وقاتلهم قالوا وقاتلهم نعم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة أي شرك. قال الربيع حتى لا يفتن مؤمن عن دينه ويكون الدين كله لله أي ويكون الدين خالصا لله لا شرك فيه. فإن انتهوا عن الكفر فإن انتهوا أي عن الكفر فإن الله ما يعملون بصير. قرأ يعقوب تعملون بالتاء نعم بس. وإن تولوا أي عن الإيمان وعادوا إلى قتال أهله فاعلموا أن الله مولاكم ناصركم ومعينكم نعم المولى ونعم النصير. ما لم يطل طيب. في أول ما ذكر طيب قاتلوا ما حتى لا تكون فتنة المرض فتنة الشرك حتى لا توجد فتنة. فإن انتهوا عن القتال أو انتهوا عن الشرك ودخلوا في دين الإسلام وجه. شو السعد الشيخ السعد فإن انتهوا عن ما هم عليه من الظلم وقاتلوهم من أول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك وصد عن سبيل الله ويذعنوا لأحكام الإسلام ويكون الدين كله لله. فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين أن يدفع شرهم عن الدين وأن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق له حتى خلق الخلق له. أحسن الله إليك. الذي خلق الخلق له حتى يكون هو العالي على سائر الأديان. فإن انتهوا عن ما هم عليه من الظلم فإن الله بما يعملون بصير لا تخفى عليه منهم خافية. وقوله تعالى وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وإن تولوا عن الطاعة وأوضعوا في الإضاعة فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى الذي يتولى عباده المؤمنين ويوصل إليهم مصالحهم وييسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية. ونعم النصير الذي ينصرهم فيدفع عنهم كيد الفجار وتكالب الأشرار. ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه ومن كان الله عليه فلا عز له ولا قائمة له. أحسن الله إليك. في فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة قال عند هذه الآية التي قبلها
فتبين بهذا أن الكفار المحاربين إذا استولوا على أموال المسلمين ثم أسلموا كانت لهم ولم ترد إلى المسلمين، لأنها أخذت في الله وأجورهم فيها على الله لما أتلفه الكفار من دمائهم وأموالهم، فالشهداء لا يضمنون ولو أسلم قاتل. الشهداء لا. فالشهداء لا يضمنون. لا يضمنون. نعم. ولو أسلم قاتل الشهيد لم يجب عليه دية ولا كفارة بالسنة المتواترة واتفاق المسلمين، وقد أسلم جماعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرف من قتلوه مثل وحشي بن حرب قاتل حمزة. قد عرف. أحسن الله إليك. وقد عرف من قتلوه مثل وحشي بن حرب قاتل حمزة ومثل قاتل النعمان بن قوقل وغيرهما، فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بشيء عملا بقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وكذلك المرتدون، قد أسلم طليحة الأسدي بعد ردته، وقد قتل عكاشة بن محصن فلم يضمنه أبو بكر ما طيب رجع التفسير وقاتلهم حتى وقوله تعالى في التفسير أحسن الله إليك وقوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الفتنة هي الشرك، والمعنى وقاتلوهم حتى يدخلوا في دين الله ويتركوا الشرك. فقط. ويكون الدين كله لله، ويكون الدين خالصا لله عز وجل، ويكون الدين كله لله خالصا لله عز وجل. شو عبارة البغوي قالها؟ ويكون الدين كله خالصا لله. يكون الدين خالصا لله لا شرك فيه. نعم، يكون الدين خالصا لله لا شرك فيه. شو بعد؟ فإن انتهوا أي عن الكفر. نعم، فإن انتهوا عن الكفر. فإن الله بما يعملون بصير. إن الله بما يعملون بصير، عليم بأحوالهم لا تخفى عليه خافية. يعلم الصادق من الكاذب. فمن كان صادقا فله ثواب المؤمن، ومن كان كاذبا فالله تعالى له بالمرصاد. وإن تولوا يعني استمروا على كفرهم وعنادهم فاعلموا أن الله مولاكم يعني ناصركم ومؤيدكم، نعم المولى ونعم النصير. يثني سبحانه على نفسه بأنه نعم المولى المتولي لعباده، تولي شؤونهم ينصرهم ويؤيدهم، ونعم النصير ينصر أولياءه ويخذل أعداءه. أحسن الله إليك. وإن تولوا أعرضوا واستمروا على كفرهم وعنادهم. نعم، تكمل أحسن الله إليك. وإن تولوا أعرضوا واستمروا على كفرهم وعنادهم فاعلموا أن الله مولاكم يعني ناصركم ومؤيدكم، ناصركم ومؤيدكم على أعدائكم. وهذا وعد من الله تعالى، وعد كريم من الله تعالى بنصر أوليائه وخذلان أعدائه. وهذا وعد كريم. نعم، من الله بنصر أوليائه وحزبه وخذلان أعدائه. نعم المولى والنصير، هذا مدح من الله تعالى نفسه وثناء بأنه نعم المتولي لعباده والناصر لهم والمؤيد لهم. نعم المتولي. نعم المولى ونعم النصير. نعم. قال الذي ينصرهم فيدفع عنهم كيد الفجار وتكالب الأشرار، ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه، ومن كان الله عليه فلا عز له ولا قائمة له. يعني قبل هذا نعم المولى العباد، نعم المولى المتولي، المولى المتولي لأمور عباده، المدبر لشؤونهم فيما يصلحهم. ونعم النصير،
ناصر العبادة الذي ينصر أولياءه وحزبه ويخذل أعداءه. نعم. أحسن الله إليك. وقوله تعالى وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، أي إن أعرضوا واستمروا على كفرهم وعنادهم فاعلموا أن الله مولاكم وناصركم ومؤيدكم على أعدائكم، وهذا وعد كريم من الله بنصر أوليائه وخذلان أعدائه. نعم المولى مدح من الله لنفسه المتولي لأمور عباده والمتولي لشؤونهم، ونعم النصير الذي ينصر أولياءه المدبر. نعم المدبر شؤونهم المدبر. وأحوالهم. ونعم النصير نعم الناصر لعباده. نعم النصير الذي ينصر أولياءه ويخذل أعداءه. نعم. فقط إثبات نعم. اسم الولي والنصير اسمه ولا سبق هذا؟ نعم. أحسن الله. ثم قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. في هذه الآية الكريمة واعلموا أنما غنمتم من شيء، الآية الأرجح أن الغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بعد القتال، وحكمها أن تقسم إلى أخماس، أربعة أخماس تقسم عندنا على الغارمين. أحسن الغانمين. واعلموا أنما غنمتم. قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء، الآية الأرجح أن الغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بعد القتال. ما أحسن الغنيمة هي ما أخذها. أحسن الله. الغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بعد القتال. نعم. وحكمها أن تقسم إلى أخماس، أربعة أخماس تقسم على الغارمين عندنا على الغانمين. وحكمها أن تقسم إلى أخماس، أربعة أخماس تقسم على الغارمين. وحكمها أن تقسم خمسة أقسام، أربعة أخماسها الغالمين، وخمس يقسم خمسة أقسام، قسم لله وللرسول وقسم لذي القربى وقسم اليتامى وقسم المساكين وقسم المساكين لابن السبيل. هذه الغنيمة هي ما أخذ من أموال الكفار بدون بعد القتال، يكون أربعة أخماس للغالمين وخمس يؤخذ ويقسم خمسة أقسام، قسم الأول لله وللرسول والثاني لقرابة الرسول والثالث اليتامى والرابع المساكين والخمسة بالسبيل. نعم. كما ذكر الله واعلموا أنتم شفعنا الخمس وللرسول ولذي القربى ذكر الله تعالى الخمس بقي أربعة الخماس تكون للغانمين. نعم كما جاء السنة بهذا. نعم. وحكمها أربعة أخماس تقسم على الغانمين والخمس الخامس لا وحكمها أنه أن يؤخذ الخمس من الغنيمة ويقسم خمسة أقسام، وحكمها أن يؤخذ الخمس من الغنيمة. نعم يقسم ويقسم خمسة أقسام كما ذكرها. وحكمها أن يؤخذ الخمس من الغنيمة ويقسم خمسة أقسام. خمسة أقسام. أربعة أخماس تقسم على الغانمين. لا لا أربعة أخماس كمل. هو سيتكمل بعدها. والخمس الخامس قسم أربعة خمس إيش؟ الخامس يقسم إلى أخماس، خمس لله وللرسول، وخمس لقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل. أما الفيء فهو الذي يؤخذ وأربعة أخماس الغنيمة تكون الغانمين،
ثم تكون أربعة أخماس غنيمة للغانمين. نعم للغانمين. وأما الفيء، وأما الفيء فهو الذي يؤخذ من الكفار بدون قتال، وهذا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كما قال الله تعالى في أول السورة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. نعم أحسن الله عليك. كما قال الله تعالى في أول السورة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول، الآية. أحسن الله إليك. بقية الآية لم يفسر قوله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا. واضحة يعني يوم الفرقان يوم بالله فامتثلوا أوامر الله. نعم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان، فامتثلوا هذه الأوامر وعملوا فيها بما شرع الله في الغنيمة والفيء. نعم إشكال عليها البغوي أحسن الله إليك. البغوي قال قوله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله قيل أراد اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، يأمر فيه بما يريد فاقبلوه إن كنتم آمنتم بالله. وما أنزلنا على عبدنا أي إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا، يعني قوله يسألونك عن الأنفال يوم الفرقان يعني يوم بدر فرق الله بين الحق والباطل. يوم التقى الجمعان. نعم هو يوم بدر حزب الله وحزب الشيطان، وكان يوم الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان. والله على كل شيء قدير، أي على نصركم مع قلتكم وكثرتهم. طيب بس الحافظ ابن كثير قال قوله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا، قال الحافظ: أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخموس في الغنائم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حديث وفد عبد القيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: وآمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله، ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال ثم قال هل لا أحسن الله عليك ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم الحديث بطوله. فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان. وقد نعم. وهذا فيه الرد على المرجئة الذي يقول الأعمال غير داخلية ومسمية، فسر الإيمان بالأعمال. نعم. وقد بوب البخاري على ذلك في كتاب الإيمان من صحيحه فقال: باب أداء الخمس من الإيمان. ثم أورد حديث ابن عباس هذا، وقد بسطنا الكلام عليه في شرح البخاري ولله الحمد والمنة. وقال البخاري الحافظ لو شرع البخاري لكن غير موجود. نعم. وقال مقاتل بن حيان: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان أي في القسمة، وقوله يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر، ويسمى الفرقان لأن الله تعالى أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه. نعم بس أول ما قال: إن كنتم تؤمنون بالله. نعم قوله وقوله إن كنتم تفسير ولا تفسير. قال حافظ عندك حافظ من كثير قال: أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم. طيب هذا هو إن كنتم تؤمنون بالله. هذا ننقل أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم. نعم هذا أورد البغوي كذلك في تفسيره أن خمس الرسول صلى الله عليه وسلم الآن ينفق في مصالح المسلمين. نعم معروف لو تضيفون معروف. نعم قل إن كنتم آمنتم بالله فامتثل نعم خمس الله والرسول في حياته له وفي وبعد وفاته يكون في مصالح المسلمين تولاه ولي الأمر. نعم يعني ينقل نعم عند ابن كثير إن كنتم آمنتم به. قال ابن حافظ
أن يمتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله. نعم. وما أنزل على عبدنا يوم الفرقان أي يوم بدر. يوم بدر الله فرق في بين الحق والباطل. الله على كل شيء قدير واضحة. الله على كل شيء قدير في كلام. نعم. عندما كثير ما ذكر التفسير. الشيخ السعدي قال والله على كل شيء قدير لا يغالبه أحد إلا غلبه. نعم. ثم فهو قادر على أن ينصركم على أعدائكم في كل وقت وحين كما نصركم في بدرنا. أحسن الله. ثم قال الله تعالى إذا أنتم بالعدوة الدنيا. بسم الله عليك. قال الله تعالى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. في هذه الآية الكريمة بين تعالى حال المؤمنين وحال الكفار حين التقوا يوم بدر، فقال تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، الخطاب للمؤمنين، والعدوة المكان المرتفع، والمعنى أنه يوم التقى الجمعان يوم بدر كان المؤمنون بالعدوة الدنيا أي القريبة إلى المدينة، وهم بالعدوة القصوى القريبة من مكة، والركب أسفل منكم وهي عير أبي سفيان، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد أي لو علمتم بعددهم ولا قالهم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد أي لو علمتم بعددكم وأنكم قليل وبعددهم وأنهم كثير لما التقيتم ولكن الله سبحانه لو علمتم بعددكم وأنكم قليل وبعددهم وأنهم كثير لما التقيتم لكن الله سبحانه وتعالى جمعكم على غير ميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا وهو ما قدره وقضاه من الحرب والقتال الذي يكون بينهم وبين عدوهم ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا وهو ما قدره وقضاه من الحرب والقتال الذي يكون بينه وبين عدوهم يكون بينكم القتال الذي يكون بينهم وبين عدوهم غيبة أو بينكم وبين عدوهم يعني جعل نعم قال ولو توعدتم لأخذ الخطاب بينكم وبين عدوكم نعم صلى الله عليك أو لا أن يكون الخطاب للمؤمنين يعني قال يكون بينكم وبين عدوكم نعم نعم وهو ما قدره وقضاه من الحرب والقتال الذي يكون بينكم وبين عدوكم نعم. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة أي ليبقى على الكفر من بقي على بصيرة ويؤمن من آمن على بصيرة البينة البصيرة ليهلك من حي عن بينة الذي يحيى على الإيمان على بصيرة والذي يبقى الكفر أيضا على بصيرة ما ليس عنده جهل البغوي قال ليهلك من هلك عن بين أي ليموت من يموت على بينة رآها وعبرة عينها وحجة قامت عليه ويحيى من حي عن بينة ويعيش من يعيش على بينة لوعده وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا قال ثم قال من
هذا كلام بغوي أحسن الله عليك. ثم قال: وقال محمد بن إسحاق: معناه ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه ويؤمن من آمن على مثل ذلك، فالهلاك هو الكفر والحياة هي الإيمان. وقال قتادة: ليضل من ضل عن بينه ويهدي من اهتدى عن بينه، أو ليضل من ضل عن بينه ويهدي من اهتدى على بينه. أحسن الله إليك. البغوي قال: والعدوة جانب الوادي. عندنا أحسن في التفسير: والعدوة المكان المرتفع. أيضا أحسن الله إليك ابن جرير قال: إذا أنتم بالعدوة الدنيا بشفير الوادي، بشفير الوادي الأدنى إلى المدينة. هو الشفير المرتفع. ابن جرير وأيضا البغوي. الشفير هو المرتفع. نعم. الشفير هو المرتفع. نعم. شفير الوادي إلى جانب المدينة. تفسير إيش؟ في التفسير: والعدوة المكان المرتفع. هو الشفير جهة المدينة. نعم. أحسن الله. وإن الله لسميع عليم، أي لسميع لدعاء المؤمنين وتضرعهم، عليم بأحوالهم وأنهم يستحقون النصر. نعم. وفي إثبات اسم السميع والعليم لله عز وجل، فهم اسمان يعبد لهما، والعبد السميع وعبد العليم. وفي إثبات صفة السمع صفة العلم كمال يقبل الجلالة وعظمته. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما خرجوا للقتال، وإنما خرجوا لأخذ العير التي جاءت من الشام التي عليها أبو سفيان. والله تعالى أراد شيئا آخر، أراد الله أن يعز الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله، فجمعهم على غير عهد. ولهذا تخلف كثير من الصحابة ما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيلقى حربا أو سيلقى قتالا. ولهذا تخلف كثير من الصحابة فإنهم ما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيلقى حربا أو سيلقى قتالا أو يلقى سيلقى حربا وعدوا سيلقى عدوا وحربا. نعم. سيلقى عدوا وحربا. نعم. عدوا وحربا، عدوا أو حربا. نعم. نعم. فإنهم ما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيلقى عدوا أو سيلقى قتالا حربا. نعم. عدوا وحربا. علموا أنهم خرجوا لأخذ العير فاكتفوا. بعدها قال: علموا أنهم خرجوا لأخذ العير. فعلموا بل علموا. نعم. بل علموا. نعم. بل علموا أنهم خرجوا لأخذ العير فاكتفوا بإخوانهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عدة من خرج مع طالوت 310 خرجوا لأخذ العير لا للقتال. يعني تحسب هم عدة من خرج أو كعدة وهم كعدة من خرج مع طالوت 310 رجلا لأخذ العير لا للقتال. خرجوا لأخذ العير لا خرج ماشي. والله تعالى أراد شيئا آخر، وفرق الله بين الحق والباطل، وقتل صناديد قريش وأشرافهم والله تعالى أراد شيئا آخر، أراد نصر دينه وحزبه. أراد نصر دينه بدل شيئا آخر بعده. نعم. بعده والله تعالى أراد شيئا آخر، أراد نصر دينه وحزبه. والله تعالى أراد شيئا آخر، أراد نصر دينه وحزبه. نعم. وفرق الله بين الحق والباطل. نعم. وقتل صناديد قريش وأشرافهم.
وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم انتصارا باهرا. وهو أول لقاء يكون بين المسلمين وبين الكفار، فأعز الله نبيه وحزبه والمؤمنين، وأذل الله الشرك وأهله، وانتصر الإسلام والمسلمون وأهله، وتقووا وصارت لهم هيبة وقوة، وهدأ الكفار ولجم النفاق بعد ذلك. وهذا كذا هكذا، ولا وكبت أقول وكبت الكفار مثلا، وصارت لهم هيبة وقوة وهدأ الكفار. أليس كبت أولى في هذا؟ أو صارت لهم هيبة وقوة بعده، ولجم النفاق بعد ذلك. نجم يعني ظهر النفاق ما بعد غزوة بدر، لما نعم كان المنافقون يعني قبل ذلك ما يحتاجون يعني أن يخفوا كفرهم، كان هو أقوياء. فلما وقعت غزوة بدر ونصر الله حزبه، قال عبد الله بن أبي هذا أمر قد توجه، فأظهر الإسلام وأخفى الكفر، نسأل الله. نعم، العبارة هذه هل نعدلها؟ إيش؟ بعد وصارت لهم هيبة وقوة بعد وهدأ، هل وهدأ وهدأ الكفار؟ إيش بعد؟ وهي بدل ولجم ونجم ونجم يعني ظهر نجمهم؟ ظهر النفاق. لكن أنا أقول مثلا وظهر النفاق بعد ذلك أفضل كعبارة، يعني وظهر الكفار النفاق بعد ذلك. هو نجم المعنى واحد يعني، لكن معروف هذه العبارة، نعم نجم النفاق ظهر. لكن هدأ الكفار نتركه على حالها أم تعدل؟ هدأ الكفار ولا كوبتا أو هزمة؟ نعم نعم هزمة. ولجم الكفار ونجم نعم، وهزم الله الكفار، وهزم الكفار نعم، ونجم النفاق بعد ذلك نعم. فالمنافقون أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وخافوا على أنفسهم لأن الإسلام تقوى، وكذلك ونجم فالمنافقون ونجم إيش؟ ونجم النفاق بعد ذلك نعم. قل نعم. فالمنافقون أظهروا الإسلام، فأظهر المنافقون الإسلام وأبطنوا الكفر، وخافوا على أنفسهم لأن الإسلام تقوى، وكذلك اليهود صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المعركة. قوله تعالى صلك ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، قال ابن كثير ولو توعدتم أنتم والمشركون إلى مكان لاختلفتم في الميعاد، قال محمد بن إسحاق وحدثني يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه في هذه الآية قال ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتموهم، ولكن سبق يحصل لك كان في المذكرة يحصل لك ساقطة هنا، أي لو علمتم بعددكم وأنكم قليل سبق الآن سبق أنت بعد صلى الله عليك. قال الله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللوكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إذ يريكهم الله في منامك قليلا، أي أن الله تعالى أرى نبيه في المنام الكفار قلة، فحدث بذلك أصحابه، وكان في ذلك تثبيت لهم وتقوية لقلوبهم ليقدموا عليهم،
ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، أي لو أنه تعالى أرى نبيه والمؤمنين كثرة المشركين لجبنوا وتأخروا وفشلوا. نعم أي ماشي سبادة. ولو أنه نعم قوله تعالى ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، أي لو أنه تعالى أرى نبيه والمؤمنين كثرة المشركين لجبنوا وتأخروا وفشلوا. نعم تنازعوا. ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور، أي ولكن الله سبحانه وتعالى سلم بذلك فهو عليم بذات الصدور. أسماء تنازعوا بدأ واختلفوا. إيش بعده؟ أحسن ذلك تضاف واختلفوا بدل وتأخر. إيه وتأخر وإيش عندنا لجبنوا وتأخر وفشل. لا تأخر واختلفوا بدل وتأخر واختلفوا. لا تضاف إليها. لكن حتى التفسير هنا ما يعني في قول لكن الله سلم، أي ولكن الله سبحانه وتعالى سلم، يعني ما البغوي يقول أي سلمكم من المخالفة والفشل. نعم صحيح، لأني هنا ذكرت العبارة صحيح. طيب وتنازعوا بدأوا واختلفوا واختلفوا تضاف واختلفوا، ولكن الله سلم سلمهم إيش من المخالفة وسلمكم من المخالفة والفشل. نعم ولكن الله سلمهم من الاختلاف والتنازع والفشل. ولكن الله سلم، أي ولكن الله سبحانه وتعالى سلمهم من المخالفة والتنازع والفشل. نعم ثم هنا إنه عليم بذات الصدور، هما ما فسرت على حالها هذكر. إنه عليم إنه عليم نعم يعني سأل عليم، لأني ذكر الحافظ بغوي قال ابن عباس علم ما في صدوركم من الحب لله عز وجل. نعم طيب. وهذا نعم وهذا من لطفه سبحانه وتعالى بنبيه والمؤمنين. ثم بين الله تعالى الرؤية البصرية فقال وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، أي أنه لما التقى الجمعان أرى الله المؤمنين الكفار قلة، أي أنه لما التقى الجمعان أرى الله المؤمنين الكفار قلة وأرى الله الكفار المؤمنين قلة، وذلك ليقدم هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء حتى يحصل القتال وتحصل النتائج والثمرات التي قدرها الله سبحانه. في تفسيركم أحسن الله إليك في سورة آل عمران عند قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. في البداية أحسن الله إليكم قلت فالكفار يرون المؤمنين مثليهم والمؤمنون يرون الكفار مثليهم، وكان المؤمنون يرونهم مثليهم ليتوكلوا على الله والكفار يرونهم مثليهم ليحصل لهم الرعب. فالتقى الجمعان فنصر الله المؤمنين، وهذا قبل اللقاء. فلما قرب التقاء الجيشين كان التقليل في أعين المؤمنين وأعين الكفار ليقدموا فيقضي الله أمرا كان مفعولا. كان إيش؟ فلما قرب اللقاء أحسن الله إليك فلما قرب التقاء الجيشين كان التقليل في أعين المؤمنين وأعين الكفار تقدير التقليل. طيب في البداية يعني كان يرونهم مثليهم، وهنا في التفسير قلتم أحسن الله إليكم إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، أي أنه لما التقى الجمعان أرى الله المؤمنين الكفار قلة. في آل عمران قلتم أنه في البداية أراهم وأرى الله الكفار المؤمنين كثرة، لكن في من أجل يحصل الجمع أحسن الله إليكم بالآيتين لأنكم في النهاية
أراد إيش؟ أراد الله المؤمنين إيش؟ في البداية في تفسيركم سورة العمران قلتم أن في البداية أن المؤمنين رأوا الكفار مثليهم. أرى الله المؤمنين. قلتم فالكفار يرون المؤمنين مثليهم والمؤمنون يرون الكفار مثليهم. وكان المؤمنون يرونهم مثليهم ليتوكلوا على الله، والكفار يرونهم مثليهم ليحصل لهم الرعب، فالتقى الجمعان فنصر الله المؤمنين. وهذا قبل اللقاء، فلما قرب التقاء الجيشين كان التقليل في أعين المؤمنين وأعين الكفار ليقدموا. بس أحسن الله إليك، لأنكم في آل عمران جمعتم بين هذه الآية وآية الأنفال، فلا بد يكون في توافق. أحسن الله في اختلاف. نعم، ذكرتم أن في البداية رأوهم قلة. نعم، وفي آل عمران ذكرتم أن في البداية رأوهم مثليهم ثم رأوهم قلة. شوف البغوي أحسن الله عليه قال في قوله وإذ يريكم إذا التقيتم في عينكم قليلا، قال مقاتل وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن العدو قليل قبل لقاء العدو، وأخبر أصحابه بما رأى، فلما التقى ببدر قلل الله المشركين في أعين المؤمنين. قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد قللوا في أعيننا حتى أو قللوا نعم قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي أتراهم 70 أو أتراهم 70؟ قال أراهم 100. فأسرنا رجلا فقلنا كم كنتم؟ قال 1000. ويقللكم يا معشر المؤمنين في أعينهم. قال السدي قال ناس من المشركين إن العيرة قد انصرفت فارجعوا. قال أبو جهل الآن إذ برز لكم محمد وأصحابه فلا ترجعوا حتى تستأصلوهم، إنما محمد وأصحابه أكلة جزور، فلا تقتلوهم واربطوهم بالحبال، يقوله من القدرة التي في نفسه. قال الكلبي استقل بعضهم بعضا ليجترئوا على القتال، فقلل المشركين في أعين المؤمنين لكي لا يجبنوا، وقلل المؤمنين في أعين المشركين لكي لا يهربوا أو يهربوا. نعم. من كثير في تفسير آية آل عمران ذكر القولين ثم قال لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين، وهو أن يقال ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أحسن الله إليك. قال والجواب أن هذا كان في حال والآخر كان في حال أخرى، كما قال السدي عن الطيب عن ابن مسعود في قوله قد كان لكم آية في فئتين التقتا الآية، قال هذا يوم بدر، قال عبد الله بن مسعود وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا. أحسن الله إليك. ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا، وذلك قوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم ويقللكم في أعينهم. يعني في الحالة الأولى رأوهم مثليهم ثم رأوهم قليلا. هذا الإشارة للبغوي. لكن في التفسير ذكرت حالة واحدة فقط هنا يعني. طيب يضاف ما قال البغوي مثل ما سبق في تفسير آل عمران، لعله في تنسيق الطباعة الأخرى أو المراجعة. نعم هو الآن هم يسمعون الآن سيعدل على حسب ما يسمعون. ها هذا بالنسبة للكفار، هم بالنسبة من لا. نعم الكفار هم اللي رأوهم كثرة. نعم نعم. ولهذا قال الله تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور، أي عاقبتها ومصيرها ومآلها. ليقضي الله أمرا كان مفعولا قبل ما فسرت. ابن كثير قال أمرا قدره ولا بد من وقوعه. نعم ابن كثير قال أي ليلقي بينهم الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام منه والإنعام على من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته.
ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كل من الفريقين بالآخر وقلله في عينه ليطمع فيه، وذلك عند المواجهة. فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين، بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيه. نعم سبق. نعم نعم. لكن هنا ما في التفسير مباشرة فسروا عاقبتها ومصيرها ومآلها، ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإذا الله ترجع الأمور أي عاقبتها، يعني ما تعرضوا لتفسير ليقضي الله أمرا كان مفعولا. كان أمرها مفعولا يعني أمر قدره الله ولا بد من وقوعه وفعله. نعم صلى الله عليك. لكن الله أمرا قدره ولا بد من وقوعه وفعله. نعم صلى الله عليك. أي ليقضي الله أمرا قدره ولا بد من وقوعه. نعم. وقوله تعالى وكان أمر، نعم، وإلى الله ترجع الأمور أي عاقبتها ومصيرها ومآلها. فهو سبحانه وتعالى جعل العاقبة للمتقين، فصارت العاقبة للمتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين، فحصلت ثمرات ونتائج عظيمة من هذه المعركة، وكانت هي أول مشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت فيه ثمرات عظيمة، وفيها قتل 70 من أشراف قريش وأسر 70. الله أكبر. نعم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، ناداهم باسم الإيمان ليكون ذلك أدعى للقبول والامتثال. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أي إذا لقيتم فئة في الحرب والقتال فاثبتوا ولا تفروا، وهذا أمر بالثبات وعدم الفرار. ومن فر من الزحف فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه حين يفر يخذل إخوانه. وقد توعد الله من فر من الزحف بالغضب والنار بجهنم. يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، ناداهم باسم الإيمان ليكون ذلك أدعى للقبول والامتثال. نعم. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أي إذا لقيتم فئة في الحرب والقتال فاثبتوا ولا تفروا. وهذا أمر بالثبات وعدم الفرار. ومن فر من الزحف فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. ومن فر من الزحف فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. لأنه حين يفر يخذل إخوانه أو يخذل. نعم. وقد توعد الله من فر من الزحف بالغضب والنار. صلى الله عليك. وقد توعد الله من فر من الزحف بالغضب والنار بجهنم. بس كلمة والنار بجهنم ما. وقد توعد الله من فر من الزحف بالغضب ونار جهنم. والنار بجهنم. ونار جهنم. واستثنى حالتين، الأولى أن يكون متحرفا لقتال، والثانية أن يكون متحيزا إلى فئة. سبق كما سبق بيانه. نعم نعم. قوله تعالى واذكروا الله كثيرا،
أي أمر بالإكثار من ذكر الله، وليس الذكر فقط بل الإكثار من ذكر الله لعلكم تفلحون، أي لكي تفلحوا. والمعنى أن كثرة ذكر الله في الحرب من أسباب الفلاح، والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. وأطيعوا الله ورسوله، أمر بطاعة الله ورسوله بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما. أمر بطاعة الله ورسوله بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما. ولا تنازعوا، نهي عن التنازع والاختلاف، لأن ذلك شر يؤدي إلى الفرقة وتمكين العدو منهم. ولهذا قال تعالى فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي إذا وقع النزاع والخلاف بينكم تفشلوا وتجبنوا وتذهب ريحكم، أو وتذهب ريحكم أي قوتكم وهيبتكم من صدر أعدائكم ويطمعون فيكم. نعم نعم. ولا تنازعوا، نعم، نهي عن التنازع والاختلاف، لأن ذلك شر يؤدي إلى الفرقة وتمكين العدو منهم ولا منكم. ولا تنازعوا، أحسن الله إليك، نعم، نهي عن التنازع والاختلاف، نعم، لأن ذلك شر يؤدي إلى الفرقة وتمكين العدو منهم أو منكم. ولهذا قال تعالى فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي إذا وقع النزاع والخلاف. أحسن الله إليك، نعم، فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي إذا وقع النزاع والخلاف بينكم فشلتم الأصل. أحسن الله إليك. الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ذكر فائدة، أحسن الله إليك، قال وفي الأمر بالإكثار من ذكر الله تعالى في أضيق الأوقات، أحسن الله إليك، قال وفي الأمر بالإكثار من ذكر الله تعالى في أضيق الأوقات وهو وقت التحام القتال دليل واضح على أن المسلم ينبغي له الإكثار من ذكر الله على كل حال. ثم قال ولا سيما في وقت الضيق، والمحب الصادق في حبه لا ينسى محبوبه عند نزول الشدائد. قال عنترة في معلقته ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. وقال الآخر ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت فينا المثقفة السمر. أحسن الله إليك. هو الفائدة، أحسن الله إليك، ذكر الشيخ الشنقيطي قال وفي الأمر بالإكثار من ذكر الله تعالى في أضيق الأوقات وهو وقت التحام القتال دليل واضح على أن المسلم ينبغي له الإكثار من ذكر الله على كل حال. ثم قال ولا سيما في وقت الضيق، والمحب الصادق في حبه لا ينسى محبوبه عند نزول الشدائد. هذا مرة معنا، أحسن الله إليك، في درس طريق الهجرتين، أحسن الله إليك، أحسن الله إليك، مر معنا في طريق الهجرتين في درس في كلام ابن القيم أنا من المواضع اللي تظهر المحبة، أحسن الله إليك. إذا مر بإنسان شدة وقت الضيق، أحسن الله إليك، وذكر غير الله عز وجل، هل يكون هذا من الشرك؟ نعم، ذكر الله، ذكر غير الله بقلبه أو بلسانه لا شك أن هذا أمر خطير. والله تعالى يقول في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فسأروا. وهذا يذكر إيش؟ يذكر بعض الأوقات يكون عنده يعني من باب العادة أو يأتي أمر فجأة إذا حصل معه شيء في الطريق أو لأنه لهج متعود هذا. بعضهم قام وقال يا علي يا حسين يا كذا، وإذا صار شدة وفزع هكذا لأنه تعود على الشرك
لا أحد يشرك بالله ولا أؤمن. صلى الله عليك الرافضة، لكن بعض الناس في مثلا في البيت تقول يا أمي، ما حصل شيء تنادي يعني، وقد تكون أمها ليست موجودة مثلا أو كذا، هل يعني باب التعود هم عوام من عوام أهل السنة يعني، لكن هل هذا الأمر يعد؟ نعم ينبهون، لكن لا ينبه عليهم قال يا الله يا الله. أما إذا كان هم حاضر لا بس إيه، لا تكون ليس حاضرا أصلا لا يسمع، لكن من باب يعني التعلق بالأم والتعلق ينبغي يعود وينبه على مثل هذا. الآباء أحسن الله إليك والأمهات إذا نزل فيه شيء شديد مثلا مرض وكذا، يصر على منادات يعني ابن من الأبناء المفضلين عنده، قلنا نادوا لابنك فلان نادوه إيه، يعني مثلا يقول نادوا ابني فلان أريده، يصر عليه يكرر هذا وهو مريض يعني مريض يعني نزل فيه مرض شديد أي في عشان يصير هذا ما في حرج عشان لا يكون يناديه عشان نعم يكون حاضر يحضر وفاته ويصيه، قد يقول يريد أن يوصيه به بشيء من الوصايا ويصي على إخوانها أولاده الصغار. نعم يا ليش يعني كذلك الليل ما نعم ليس له ذلك، الليل خلق من خلق الله لا ينادي الليل كما أنه لا ينادي الليل، والذي خلق الليل والنهار مخلوق ليس بيده شيء. حتى لو أنه نادى صفة من صفات الله ما يجوز، لو استغاث بصفة صفات الله ما يجوز. لا الصفة يعني الصفة لو جعلها خلاف برحمتك أستغيث، حتى قال شيخ الإسلام من هذا ردة، هذا ردة يعني قال بعضهم، لكنه محرم من ما يقال يا وجه الله كذلك أو يد الله، لكن هذا متعود أحصل بعض البادية متعود ينبه ينبهون على أن يعودوا أنسلتهم على التوحيد. نعم قوله تعالى ولهذا قال تعالى فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي إذا وقع النزاع والخلاف بينكم قبل إيش؟ نعم قوله نعم وأطيعوا الله ورسوله، نعم أمر بطاعة الله ورسوله بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما، ولا تنازعوا نهي عن التنازع والاختلاف لأن ذلك شر يؤدي إلى الفرقة وتمكين العدو منهم. ولهذا قال تعالى فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي إذا وقع النزاع والخلاف بينكم قال تفشلوا وتجبنوا وتذهب ريحكم. نعم ليس إذا حصل النزاع فشلتم، نعم ليس يعني سياق اللغة فشلتم، نعم فشلتم وجبنتم، نعم وذهبت ريحكم، نعم أي نعم عليك. أي قوتكم وهيبتكم من صدر أعدائكم وطمع نعم وطمعوا فيكم وطمع العدو فيكم، نعم أو طمع عدوكم فيكم أي إذا أحسن الله إليك أي قوتكم نعم وش بعدها جبنتم وذهبت ريحكم أي قوتكم وهيبتكم من صدر أعدائكم وطمعوا فيكم، نعم نعم واصبروا أمرا بالصبر وعدم الجزع إن الله مع الصابرين أي معهم بحفظه ونصره وتأييده وتوفيقه، فمعية الله للصابرين أي معهم أي معهم بحفظه ونصره وتأييده وتوفيقه، نعم فمعية الله للصابرين معية خاصة، نعم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم لا هنا هذه الآية التي بعد نقف واذكروا الله كثيرا قلتم أحسن الله إليكم أمر بالإكثار من ذكر الله وليس الذكر فقط بل الإكثار من ذكر الله، نعم كأن العبارة وليس وليس الذكر فقط واذكروا الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا أمر بالإكثار من ذكر الله وليس الذكر فقط بل الإكثار من ذكر الله، لا لا أحتاج لعلهم كم القصد وليس الذكر فقط في هذه الحال بل الإكثار من ذكر الله على كل حال، نعم أمر بالإكثار بإكثار الذكر لا مجرد الذكر لا مجرد الذكر أو لا مطلق الذكر. أحسن الله إليك القرطبي ذكر ثلاثة أمر بذكر الله أمر بالإكثار من ذكر الله لا مطلق الذكر
أمر بالإكثار من ذكر الله لا مطلق الذكر فقط بل الإكثار من ذكر الله. هذه التتمة محتاجة أحسن الله إليك. القرطبي ذكر ثلاثة أقوال عند هذه، قال قوله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، للعلماء في هذا الذكر ثلاثة أقوال. الأول اذكروا الله عند جزع قلوبكم فإن ذكره يعين على الثبات في الشدائد. الثاني اثبتوا بقلوبكم واذكروه بألسنتكم فإن القلب لا يسكن عند اللقاء ويضطرب اللسان، فأمر بالذكر حتى يثبت القلب على اليقين ويثبت اللسان على الذكر، ويقول ما قاله أصحاب طالوت ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهذه الحالة لا تكون إلا عن قوة المعرفة واتقاد البصيرة، وهي الشجاعة المحمودة في الناس. ثم قال أحسن الله إليك الثالث اذكروا ما عندكم من وعد الله لكم في ابتياعه أنفسكم ومثامنته لكم. اذكروا ما عندكم من وعد الله لكم في ابتياعه أنفسكم ومثامنته لكم. في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثم قال قلت والأظهر أنه ذكر اللسان الموافق للجنان. قاله محمد بن كعب القرظي لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا، يقول الله عز وجل ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا، ولا رخص للرجل يكون في الحرب، يقول الله عز وجل إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنوا، وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوه بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه ويسألوه النصر على أعدائهم، وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك، فما أمرهم الله تعالى به ائتمروا وما نهاهم عنه انزجروا، ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضا فيختلفوا فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم. نعم تجد أذكر الله كثير فيها. قوله إيش الآن؟ وأذكر الله كثيرا. أحسن الله إليك. نعم قال أمر بالإكثار من ذكر الله من ذكر الله، هنا عدلنا كثيرا لا مطلق الذكر. نعم مش بعده فقط لعلكم تفلحون أي لكي تفلحوا، والمعنى أن كثرة ذكر الله في الحرب من أسباب الفلاح، والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. وأطيعوا الله ورسوله أمر بطاعة الله ورسوله بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما ولا تنازعوا. قرأنا هذه. نعم نهي عن التنازع والاختلاف لأن ذلك شر يؤدي إلى الفرقة وتمكين العدو منهم. في تقديم وتأخير أطيع الله. لا أطيعوا فق الآية ولا ما في العالم آية. لا لا ها كلام متصل ما في شيء. ولهذا قال تعالى فتفشوا وتذهب ريحكم، أي إذا وقع النزاع والخلاف بينكم فشلتم وجبنتم وذهبت ريحكم أي قوتكم وهيبتكم من صدر أعدائكم وطمعوا فيكم. واصبروا أمر بالصبر وعدم الجزع، إن الله مع الصابرين أي معهم بحفظه ونصره وتأييده وتوفيقه، فمعية الله للصابرين معية خاصة. ثم قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. نقرأ. أحسن الله إليك. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. قوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، الآية نهي عن التشبه بالكفار الذين خرجوا بطرا ومراءة للناس ودفعا للحق وصدا عن سبيل الله، وامتثال هذه الأوامر واجتناب هذه النواهي من أسباب النصر، وهي ستة: الثبات وعدم الفرار، وكثرة ذكر الله، وطاعة الله ورسوله،
وعدم التنازع والصبر وعدم التشبه بالكفار في خروجهم بطرا ورئاء الناس. ماشي. قوله تعالى بس هنا إيش؟ ولا تنازعوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. كيف الآية؟ ما فسروها. حتى الآية اللي بعدها اقتصروا على جزء بسيط جدا. طيب شوف كيف كمل شوف. ولا تكونوا اقرأ من أولها ولا تكونوا. حسن الله عليك. وقوله تعالى ولا تكونوا. نعم حسن الله عليك. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. نهي عن التشبه بالكفار الذين خرجوا بطرا ومراءة للناس ودفعا للحق وصدا عن سبيل الله، وامتثال هذه الأوامر واجتناب ومراءة. أحسن الله عليك. نهي عن التشبه بالكفار الذين خرجوا بطرا ومراءة للناس ودفعا للحق وصدا عن سبيل الله. ثم قلتم وامتثال هذه الأوامر واجتناب هذه النواهي من أسباب النصر، وهي ستة: الثبات وعدم الفرار، وكثرة ذكر الله وطاعة الله ورسوله، وعدم التنازع والصبر، وعدم التشبه بالكفار في خروجهم بطرا ورئاء الناس. فقط، ما أزاد شيء. والله بما يعمل المحيط. ما والله بما يعمل المحيط. شو الكلام البغوي؟ وش قال؟ أحسن الله عليك. البغوي خير. شوف. طيب شوف السادي. قال السادي قوله تعالى والله بما يعملون محيط، فلذلك أخبركم بمقاصدهم وحذركم أن تشبهوا بهم، فإنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. فليكن قصدكم في خروجكم وجه الله تعالى وإعلاء دين الله والصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله وعقابه وجذب الناس إلى سبيل الله القويم الموصل لجنات النعيم. الحافظ قال أي عالم بما جاءوا به وله، ولهذا جازاهم على ذلك شر الجزاء لهم. طيب من جرير والله قرطبي يشوف والله بما يعملون. قال ابن جرير رحمه الله قوله تعالى والله بما يعملون من الرياء والصد عن سبيل الله وغير ذلك من أفعالهم محيط، يقول عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه منه شيء، وذلك أن الأشياء كلها له متجلية لا يعزب عنه منها شيء، فهو لهم بها معاقب وعليها معذب. طيب سيد 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 كما قال ينقل كلام بن جرير. حسن الله. ايش بعده؟ هذا فلم بارك الله على هذا، وفق الله جميع. طيب اسمه سامع معروف ان شاء الله سبع الاعلان الكافي الشرعي. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته وصلى الله على محمد وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.